اما هلا مكفيين انا وزينب باخر فقره معنا لليوم. وين وصلنا زينب؟ وصلنا على فقره كثير مهمه ودائما عم نحاول انه نوعي عنها، وهي السكريات المصنعه. الشوكولات، البسكويت وغيرها من السكريات دائما بمتناول ايدينا، وهي الاكلات المفضله لدى الاطفال بشكل يومي. اليوم ضمن مساحتنا رح نحكي عن معلومات وحقائق او مخاطر، عن المخاطر ممكن انه تحملها السكريات المصنعه في بدائل متاحه وخاصه للاطفال. هالشيء رح نعرفه اليوم مع ضيفتنا الكيميائيه براءة حداد. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير يا هلا. اهلا وسهلا. يسعد صباحك براءة. دائما نحن هيك من خلال صباحنا عم نركز انه الواحد شوي يبعد عن السكر، لو بيحب السكر يبعد عنه. بداية خلينا نحكي عن انواع السكريات، شو هو السكر الابيض وشو اثار السكر الابيض؟ تمام. صباح الصحة. طبعا نحن اليوم بمتناول حديث، خلينا نحكي الحديث العالمي اللي نحن بنشوفه على كل التلفزيونات او باي اعلام موجه، سواء بالسوشيال ميديا او مجلات او احاديث صباحيه بتلاقيها، ان كانت طبيه او اجتماعيه او غيرها. دائما في تحذير حول الغذاء بشكل عالمي، لكن الاكثر هو التركيز على السكر، لانه للاسف اليوم اذا بنطلع نحن كمنظمه صحه عالميه اكثر شيء بيحاربوه هن امراض السكر. ليش؟ لانه للاسف المنحني البياني في جميع انحاء العالم للاسف هو بتزايد وليس في تناقص. صحيح. السكر مع مرضى السرطان. فلذلك نحن للاسف يعني الاسباب اللي بتؤدي للسكر او الامراض السرطانيه ان كانت هي نفسيه او عن طريق الغذاء، فنحن يلي بنقدر من وعي فيه هو نضبط حالنا بطريقه غذائنا. الوعي يعني اهم شيء نعرف شو الماده اللي انا عم اتناولها، اعرف شو تركيبتها، اعرف شو هي بتاثر على الجسم. السكر الابيض اذا بدي احكي هو كنبات، هو نبات يزرع في سوريا، انا باخذه من الشوندر السكري ومن قصب السكر، بنجمعه نحن بطريقه، بعدين بنحاول نفتت الشوندر السكري او قصب السكر. تكرار. تماما. اول شيء بنحاول نطحن، بعدين نكرر بهي الطريقه. طبعا كيف التكرار يلي بده يصير انه انا احصل على هاي البلورات الصغيره اللي انا استخدمها بالبيت، يلي انا بسميه سكر المائده، يطلق عليه السكروز، السكروز او السكر الابيض. ما بنعرف نحن مخاطره. ليش؟ لانه هو استخدامه على المدى الطويل نحن بتبين المخاطر تبعه. طبعا اخر دراسه اشير اليها انه السكر الابيض هو الماده اللي بتتغذى عليها الخلايا السرطانيه. كيف يعني؟ نحن من خلال تناولنا للطعام بشكل يومي بتشكل عندي بالجسم ما يسمى الجذور الحره. إذا مناعة جسمنا قوية بتبلش تحارب هاي الجذور الحرة، بينما إذا كانت مناعة الجسم قليلة وعنا أمراض قلب أو ضغط أو غيرها، لا بتبلش هاي الجذور الحرة تتحول لخلايا سرطانية. فما بالك إذا نحن كنا مريضين سكر أو نحن فعلا كتير منتناول السكر بشكل دائم. طبعا السكر باختلافه، إن كان سكر بالمائدة أو إن كان محليات نحن منتناولها من برا، يعني حلويات، مأكولات اللي بناكلها الجاهزة وغيرها. التوعية الأكبر أنه أنا حاول قدر الإمكان خفف من السكر الأبيض وروح للبديل، البدائل اللي هي موجودة أكثر شيء بالخضار والفواكه. هاي بدنا نحكي عنها براءة حتى يكون في تسلسل بالسؤال والجواب. يعني حكيتي عن مدار السكر، ومثل ما بنعرف دائما في مقولة احذروا الأبيضين، هي الملح والسكر. خبرينا السكر المصنع او مثل ما بتقولي التحليات الاصطناعيه، محليات الاصطناعيه. خلينا نحكي اليوم بدائل الطبيعيه بشو موجوده، كيف ممكن، وخاصه الاطفال اللي ما فيكي تضبطيهم، لانه دائما الممنوع هو مرغوب، هي حقيقه موجوده، بتمنعي حدا عن الحلو بده ياكل بصير حلو. فخلينا نحكي على البدائل اللي فيه يستفيد منها جسمه ما يضطر، او انه مثلا هل الجسم ممكن يطلب حلو يكون ما بده حلو، انك تعطيه شيء ثاني حتى بيقولوا لك العالم خاصه بشي جاي على بالي حلو مثلا، فليه هيك؟ تمام. هلا خلينا نحكي على فكره المحليات الصناعيه. اول شيء انه ليش طلعت؟ كثار نحن بيسالونا طب اذا هي في لها ضرر على الجسم، طب ليه بتسمح فيها المنظمات الصحه العالميه والرقابه الدوائيه وغيرها؟ صحيح. لما اللي طلعت فكره المحليات الصناعيه، نحن كنا بثوره صناعيه غذائيه هائله. يعني اليوم مثلا انا اذا عندي بسكويت للاطفال، انا ما بيجي بحط له سكر المائده. ليش؟ لانه انا بدي نسبه حلاوه معينه بهذا السكر، فانا ما بستخدم له سكر المائده، السكر
الرز. طلعنا بشيء اسمه المحليات الصناعية، هي تعريفها مضاف غذائي لكن مصنع من مواد كيميائية بحتة، ما باخدها من السكر الأبيض اللي هو السكروز. نعم. طيب الغذائية اللي نحن طلعنا فيه شو هو؟ أول شيء حلويات الأطفال بيكون متناولة، ثانيا الشوكولا، ما في نوع من أنواع الشوكولا بنشوفه نحن بالأسواق ما بنحط له محليات صناعية، مشروبات الطاقة، مشروبات الغازية، هي كلياتها بحاجة إلى سكر. شو كان الهدف منها؟ إني أحصل على نسبة حلاوة عالية عالية جدا ما تعطيني هاي الطاقة الكبيرة، لكن للأسف هاي الحلاوة الكبيرة هي اللي بتعطيني مشاكل. فحاعطي أنا مثال كتير بسيط، كتير بنسمع بالحياة اليومية مصطلح هو اسمه الإسبرتام. إسبرتام هو عبارة عن مضاف غذائي نحن بنرمز له بالرمز إي رقمه 951، أي حدا بيحب يبحث عنه بيلاقي تركيبته الكيميائية ومن وين طلع وإمتى نحن تماما. بدي أحكي على نقطة أنه هي خاضع للـ FDA، هي منظمة الصحة الغذاء. نعم. الصحة والدواء كمان في عندي شيء تاني اسمه WHO منظمة الغذاء العالمية. دائما أي مادة تؤخذ عن طريق الفم هي تخضع لرقابة دوائية وغذائية، بيكون إلى بطاقة بيان مشروح عنا كل شيء. فنحن بس حتى نطمن أنه ما في شيء بيطلع بالعالم من غير ما يكون عليه رقابة، لكن طريقة استخدامه وطريقة تناوله نحن كبشر كمستهلكين نحن اللي زاودنا فيها زيادة. كيف يعني؟ اليوم الطفل بيروح بياكل أكثر من بسكوتة، فالست البيت بتكون مطمنة أنه أي عادي عم ياكل شيء غذائي وصحي، لكن هي ما نعرفان أنه هذا بده يعطيه فرط نشاط دائم، بتلاقي الحركة كتير زيادة مع تراجع بالقدرات العقلية. دائما فرط النشاط بيولد عنه فوضى، فبصير مثل أنه عنده عامل للشغب. حتى العلماء النفس بيلاحظوا حركة الأطفال من خلال الغذاء. أي طفل عنده فرط نشاط زيادة بيعرفوا شو أكل، عرفانين. نعم. إنه في نوع من أنواع المحليات الصناعية هو عم يأكلها. النقطة الثانية المشروبات الطاقة وغيرها، نحن بالإضافة للمحليات الصناعية نحن فيها ملونات غذائية، حتى هاي الملونات فيها مركبات أزوتية كتير بتسبب تراكم بالكبد. هذا التراكم مع الأيام بيسبب مشاكل بالكبد، بيسبب مشاكل بتركيز الأنسولين بالدم، بيحولها فيما بعد إلى أحماض دهنية مشبعة. تمام. بعدين بيروح نحن على المشكلة الأخيرة اللي هي بيصير ترسيب على جدار الكلية، فنحن هون بقى بتبلش المشاكل. المشكلة ما بتظهر بيوم بيومين ولا بسنة بسنتين، هي تراكمية عبر سنين. وقت ما نوصل لمرحلة عمرية كبيرة مع تراكم المشاكل والهموم بيطلع عندي مشاكل بتأثر علينا نحن بالصحة. لذلك بنخلي نحن التوعية منذ البدء، يعني منذ نعومة الأصفار، من وعي الطفل على الجرعة اللي لازم يأكلها من الشوكولا من الحلويات مشان يكون مضبوط وعرفان هو يتوعى بحاله. الأهم من هيك بدي أحكي، نحن كمستهلكين بأعمار كبيرة المفروض لما بناكل شيء سواء كان بسكوت أو أي مادة تانية ننتبه على الغلاف الخارجي، بيكونوا كاتبين ببطاقة البيان قد ايه كمية الكالوري اللي بدي أخذها، كمية السكر تكون موجودة بالجرام. هذا يعني متفق عليه بكل منظمات الصحة وبكل المواصفات القياسية الموجودة بكل أنحاء العالم. صحيح. تماما. يعني حتى بس تشتري البسكوت لابنك لازم كمان تراقب هذا الموضوع لأنه ممكن يأكل أكثر من بسكوتة. خلينا نحكي عن مادة السكرين اللي هي مستخدمة وشائعة بين الكتار، حتى البنات اللي عم يعملوا دايت ببلشوا السكرين بالمتة سكرين وبالقهوة وبكل شيء سكرين، فكمان يعني ما صحيح يعني صحيح. نجاة طريق النجاة هو صحيح 100%. السكرين أولا خليني أحكي هو سكر صناعي ما هو مأخوذ من نبات، هو عبارة عن سكر يعني خلينا نقول محضر من مادة كيميائية. الخطأ يلي بيصير الأكبر هون، الصبايا بيتبعوا حميات غذائية بيمتنعوا عن السكر الأبيض اللي هو سكر المائدة لكن بيتجهوا للسكريات الصناعية. الخطأ الشائع بين اللي بيصير بيروحوا بيشتروا محليات من الصيدلية، هاي المحليات ما أنا مخصصة لأي حدا. أول شيء بدي روح أنا أشوف طبيب مختص، هو طبيب الغدد الصم أو طبيب الصحة العامة، بيطلب منا تحليل الأنسولين بالدم بالإضافة لتحاليل تانية، بعدين بناء عليها بيعمل نظام صحي غذائي متوازن وهو اللي بيحدد لي إذا أنا باخد هذا السكرين ولا لا. هلأ لما اللي بياخدوه الصبايا
للاسف انهم بياخذوه كسكر مشان الحلاوه، لكن ما بيراعوا الاغذيه الثانيه يلي بياخذوها، يعني في كثير صبايا بتاخذ هي ماده السكرين بس ما بتوقف الوجبات الغذائيه الجاهزه. صحيح. ما هي فيها حموض دهنيه مشبعه، فيها كميه من السكريات العاليه، كميه من الزيوت المهدرجه، كمان هي بتسبب السمنه. هذا السكر ممنوع ناخده لحالنا، لانه اول شيء بيعمل لي خلل بتركيز الانسولين بالدم، فانا اليوم عملت مشكله بتنظيم خمائر الكبد وغيره. ما بدي يفوت باشياء كثير صحيه او اشياء كثير طبيه، خلينا نحن بمجالنا الكيميائي اكثر بتاثيره على جسمنا. هذا الشيء شو بيعمل؟ الصبايا على فكره اللي بياخذوه بتلاقيهم معظمهم بمزاج متقلب، بيقول لك بتقول الصبي انا بحاله اكتئاب وما بتعرف ليش، هو عباره عن الخلل اللي بيعمله الانسولين او هذا النوع من انواع السكريات. النقطه الثانيه بتحس حالها عندها نشاط بس ما انا قادره تتحرك لانه بيسبب انواع من الخمول. النقطه الثانيه القلق والتوتر يلي بيسببهم، بنحس حالنا انه اوكي بنعمل رياضه بنطلع المشوار بس ما بنعرف نحن الحاله النفسيه اللي بنكون فينا هي بتاثر على المزاج. الاهم من هيك القدرات العقليه، التفكير وغيره، اذا كنا نحن بنشاط دراسي هذا الشيء بيسبب تراجع، فلذلك ما ناخذ اي مستحضر دوائي لحالنا، دائما بده يكون باشراف طبيب. نعم، نحن بنتشكرك كثير على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، ودائما بنشدد براءة على خطورة السكر والملح، يعني السكر والضغط كثير امراض شائعة للاسف في مجتمعنا بسبب سوء الاستخدام مثل ما قلتي، بنتمنى من الكل يدرك هذا الخطر، وان شاء الله هلا جاي رمضان خففوا قد ما فيكم وتعودوا. نحن بنتشكرك يا براءة على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وشكرا لك. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيك يا براء، ان شاء الله هيك يكونوا استفادوا مشاهدينا من هالمعلومات المهمه والقيمه.